مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة الأخبار العقارية. قال وزير التجهيز نور الدين السالمي أن تونس يعمل بها 3500 مطور ومستثمر في قطاع العقارات، وجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الحوارية الثانية في المنتدى الوزاري العربي الثالث للإسكان والتنمية الحضرية. ولفت إلى أن هناك وفرة بالمساكن في تونس، و 80% من التونسيين يملكون مساكنهم الخاصة، لكن التحدي الأكبر هو في الاستدامة بالأحياء السكنية والمساكن. هذا وأشار إلى أنه من المهم أن يكون هناك توازن بين القطاعين العام والخاص، وتابع شعارنا في تونس العام 2030 توفير المسكن اللائق لكل تونسي ولكل عائلة، بمعنى أن يتوفر المسكن أيضا على معايير الرفاه وأن يكون قريبا من متطلبات الحياة الكريمة. شاركت تونس بوفد يترأسه وزير التجهيز في أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالإمارات، وتم خلال الدورة تقديم تحذيرات استضافة تونس للدورة 37 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب ومؤتمر الإسكان العربي السادس حول سياسات واستراتيجيات تطوير المناطق العشوائية والحد من انتشارها المزمع يعقدهما بتونس العاصمة موفى شهر نوفمبر 2020. وقد مثلت الدورة فرصة للاطلاع على تجارب مختلف الدول العربية وتبادل الخبرات في مجال السكن والبناء المستدام والتنمية الحضرية المندمجة. قالت المديرة العامة لشركة سنيت هدى معاوي في تصريح إعلامي أن نسبة الانتاجية للشركة تراجعت بصفة كبيرة من 10,000 مسكن إلى 1,000 مسكن فقط في السنة، وأرجعت السبب الرئيسي إلى ندرة الأراضي الصالحة للبناء. هذا وأكدت على أن الأسعار التي تعرضها سنيت مناسبة حسب أسعار الأراضي، مضيفة أن الشركة تضافر جهودها من أجل تسليم المنتفعين بالمساكن بالرسوم العقارية في وقت وجيز، غير أن الإجراءات تضم العديد من المتداخلين مما يعرقل تسوية الوضعيات العقارية. أقيمت مؤخراً الندوة الدولية في جنيف حول المدن الذكية بين الواقع والخيال وتحديات الحراك الحضري، وسعت الندوة إلى التفريق بين السياقات المختلفة للمناطق الحضرية قبل استحضار نكسات هذه المدن فائقة الترابط التي تطغى عليها قاعدة البيانات الكبيرة المنتشرة في كل مكان، إضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية المتعلقة بإنفاق المدن على التنقل الآلي والتي ستصل إلى 189 مليار دولار بحلول 2024. من جهة أخرى، ناقشت الندوة أيضا بعض المخاطر التي تواجهها المدن ذات الارتباط الفائق بالتقنية الرقمية والتي غزتها البيانات الكبيرة في كل مكان باعتبارها وقود التحول الرقمي. تطورت عائدات تونس السياحية إلى موفى سبتمبر 2019 لتتجاوز قيمتها 4.4 مليار دينار، أي بارتفاع بنسبة 43.3% مقارنة بالفترة ذاتها من 2018 وفق بيانات لوزارة السياحة. وتقدر هذه الزيادة إذا تم احتساب العائدات السياحية باليورو بنحو 31.6% وبنسبة 23.6% إذا ما تم احتسابها بالدولار الأمريكي. في الختام، واستجابة لطلب الجالية التونسية المقيمة بالمملكة العربية السعودية، تنظم الغرفة النقابية الوطنية للباحثين العقاريين الصالون العقاري التونسي في دورته الأولى من 14 إلى 16 من نوفمبر المقبل بنزل فنو كورنيش جدة. وبالمناسبة ندعو كافة الباحثين العقاريين للمشاركة في هذا الصالون الهام لما يتيحه من فرص التواصل مع أشقائنا بالمملكة العربية السعودية والتعريف والتسويق بالمشاريع العقارية التونسية. مشاهدينا الكرام، هكذا نصل إلى نهاية نشرتنا الإخبارية. دمتم في أمان الله.